تستعد سهام لعملها بتجهيز هذه الآلة التي تساعدها في رسم نقوش الحناء على أيادي النساء، وهو العمل الذي تزاوله منذ زمن بعيد. تحدثنا عن أهمية الحناء بالنسبة للمرأة الموريتانية ودورها الكبير والرئيسي في زينتها، خاصة في فترة الأعياد. نعدل هذه المهنة الحمد لله لسنة ما شاء الله، فتبارك الله مهنة تبارك الله الشريفة ما شاء الله، ولا تصيب عنها قاع المرأة الموريتانية، ما تصيب عن الحنة ولا الحفور ولا الحنة الأساسي، أساسي في الحفور الحنة. مرة ما تحفلت قاع في العيد ولا هذا معناتها عنها، بالنسبة لنا نحن الموريتانية بالنسبة لنا انها ما تحفلت قاع، والله انها ما طرات شي جديد. اول شي نقبل سكوتش، هذا سكوتش رقيق هو اللي يسير، هو اللي يتحنوا به العليات، نفهم نقبل هذا اللي ينقال له زنكروني وندخله في الحنة، الحنة ما تصيب عنه، ومنفهم نقبل السوير ثانية رق من ذا ونشتغل به، ومنفهم نقبل التغليق، نقبل هذه الرولة، نقبلها الرولة، هذه الرولة هي اللي نقلق بها ريد كامل، يعني نتوب فياك أنا ما تعشي وتوب، ومفهم عفلي ندير الحنة وتوب، نعقد عليها ثلاث سوايع ونقلعها عن مولاتها وتشوب وتزيان حنة تتبارك. تعد الحناء تقليدا موريتانيا قديما تطور بتطور الزمن، لكن ظل يحافظ على مكانته وحضوره في كل الأفراح الموريتانية. يتخصص بعض النساء بنقش الحناء ويتخذون منها عملا مستمرا يساعدهن في دخلهن اليومي. نعدل أنواع الحناء فتبارك الله كم وسهلاً وذا كامل ما شاء الله، حنتنا زينة ودائما الحن بالأسعار المناسبة، يا قير في العيد عنده سعر خاص بموكف موكف لازمين الاخرين، كان اصلا خالق من الحنه القديم دي عاجي، وبارك ما شاء الله تطورت وعاد خالق الحنه الزينه تبارك الله على انواع واشكال حسب اللي بقى يرقش، لا حسب اللي بقى يرقش. نقوش تزين ايادي وارجل النساء تختلف من سيده لاخرى، تظهر الحس الفني لهؤلاء النسوة التي طورن هذا الفن ليناسب أذواق الأجيال الجديدة ويتماشى مع متطلبات العصر.